السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات، طلاب المرحلة الإعدادية. كما قلنا من قبل أن النحو سلسلة متصلة، فما درسناه في الصفوف الأولى الإعدادية والثانية، وأيضا ما درسناه في المرحلة الابتدائية، سنجده في الاختبار. ممكن أن يكون سؤال من أسئلة الإعراب مثلا. بإذن الله تعالى نستكمل الرحلة، رحلة المراجعة. الموضوع اليوم هو التمييز. التمييز هو اسم النكرة المنصوب يوضح شيئا مبهما بمعنى من وهو جامد. نكرة عارفها طبعا، النكرة عكسها المعرفة. فأنت عندما تقول رجل طاهر قلبه، تمام؟ هل كلمة طاهر هنا تمييز؟ لا، إن أضيفت إلى الكلمة التي تليها وهي قلبه أصبحت معرف بالإضافة، معرف بالإضافة، تمام؟ يبقى هنا رجل ليس تمييز لأنه ليس نكر. شيئا مبهما بمعنى من وهو جامد. سنأتي إلى كلمة جامد. كي نعرف كلمة جامد لابد أن نعرف العكس وهو المشتق. وهو المشتق وهو اسم الفاعل والمفعول وصيغة المبالغة. عندما نقول كفى بالله نصيرا، نصيرا مشتق من الفعل. كلمة نصيرا مشتق من الفعل. دائما سنجد أن التمييز يأتي جامد وليس مشتق. وإليكم الأمثلة، أنواع التمييز: التمييز الملفوظ أو المفرد أو الذات. ثلاث كلمات: ملفوظ، مفرد، ذات، بمعنى واحد. إليكم هذا المثل لكي نتذكر القاعدة: اللفظة ابنة الذوات تعيش بمفردها. اللفظة ابنة الذوات تعيش بمفردها. اللفظ أي ملفوظ، ذوات أي الذات، بمفردها أي المفرد. فالتمييز الملفوظ هو المفرد هو الذات. أشكاله: العدد، المساحة، الكيل، الوزن، شبه المقدار. الوزن معروف، إنما الكيل بيختلف عنه اختلاف بسيط، إن الكيل يكون غير محدد. كمثلا في الزراعة نقول إردب قمح، إردب شعير، وكل مكيال بيختلف في زيادة، ليس الإردب موحد. فالمتر هو معروف 100 سنتي، الكيلو هو 1000 متر مثلا، اللتر 4 أكواب، تمام؟ إليكم الأمثلة: اشتريت إردبا قمحا. تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة. كلمة إردب كلمة غامضة، إردب غامضة، لا نعرف المقصود منها، ولكن نعرف المقصود إذا قلنا قمحا. يبقى اشتريت إرداب قمحا، يبقى التمييز وضح ما سبق من غموض، وضح ما سبق من غموض. قلنا سابقا إن في التعريف إن التمييز يعني كلمة يفسر، مفسر، وهو بمعنى من. فأنت عندما تقول اشتريت إردبا من القمح، من القمح، وضعنا من قبل كلمة القمح، معنى كده أن القمح تمييزا، لأن تقبل كلمة من أصل الكلام. يعني نرجع الكلام لأصله، نقول مثلا قبل ما يكون تمييز كان من القمح، من الشعير، اشتريت كيلو من اللبن، اشتريت جراما من الذهب. لما بيبقى تمييز بنشيل من ونقول ذهبا، اشتريت ذهبا، اشتريت
اشتريت جرام ذهبا، اشتريت إرداب قمحا. تمام، نرجع بسرعة للتعريف. قال لنا نكرة منصوبة توضح شيئا مبهما بمعنى من، وهو جامد أي ليس مشتق. في الأغلبية هنلاقيه جامد وليس مشتق. بعد الكيل اللي هو شيء غير محدد بيختلف، إرداب القمح غير إرداب الأرز غير غير غير. الوزن ثبت كيلو رطل لتر، اللتر يكون 4 أكواب. المساحة من أنواع التمييز، الفرسخ والميل والمتر والذراع والفدان والشبر والقيراط. فرسخ وميل وذراعا وفدان وشبر وقيراط. هناك مثل مصري يقول قيراط حظ ولا فدان شطار. كي نتذكر المساحة نتذكر هذا المثال. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ستفتحون بلادا يذكر فيها القيراط، ويقصد الرسول عليه الصلاة والسلام أن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم سيتم فتح مصر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأهل مصر يستخدمون كلمة القيراط كنوع من أنواع المساحة. شبه المقدار، شبه المقدار، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. خيرا هي التمييز، ومثقال هي شبه المقدار. وأيضا كلمة ذنوب شبه مقدار، صببت ذنوبا ماء، ماء بعد ذنوبا ماء بعد مثقال خيرا، وهو تمييز. خيرا تمييز، وماء تمييز بعد شبه المقدار. بعد كده الأعداد، الأعداد من 11 إلى 99. 11 كوكبا، كوكبا تمييز، ل 99 نعجة، نعجة تمييز، رأيت 15 طالبا تمييز، عندما نقول 100 رجل مضاف إليه، رجل 3 رجال، تمام؟ ليه؟ عشان نميز بس إن التمييز من 11 إلى 99 بيكون منصوب، ولكن لما نقول 100 رجل هنا مجرور، 3 إلى 9 يكون مضاف إليه يعني مجرور. يبقى نركز ونفتكر، نقول إن الأعداد من 11 إلى 99 التمييز بتاعها منصوب. وهنتكلم عن موضوع الأعداد بالتفصيل في درس الأعداد إن شاء الله. نأتي إلى النوع الثاني من أنواع التمييز، وهو تمييز النسبة أو الجملة أو التمييز الملحوظ، كلهم بس بمعنى واحد. يوضح الإبهام المتضمن في الجملة ازداد زيد علما، هي جملة ازداد زيد. ازداد زيد لا تفيد معنى إلا بكلمة علما، فهنا أفادت وضحت وبينت غموض. ممكن أن نستخدم من ونقول ازداد زيد من العلم طالما وضحت غموض سابق، وممكن وهي بمعنى من. تمام، من العلم. جملة ازداد زيد تقدم لنا معنى مبهم
معنى مبهما مجملا لا نعرف منه أي شيء ازداد، ولكن علما هو اللي وضح الغموض والإبهام فيما سبق. النسبة هنا شيء أسند إلى زيد، إلى الجملة وهو العلم. نسبت الشيء يعني أسندت الشيء أو أضفت الشيء عليه. يعني جملة مثلا إيه؟ ازداد زيد وسكتنا. العلم هو اللي إيه؟ تم نسبه واقترانه بما سبق. فإحنا بنقول مثلا المنسوب يعني المقترن لعائلة معينة، يقول لك إيه؟ أنا نسبي والله بينتمي إلى العائلة الفلانية القديمة اللي عاشت مثلا في بلاد العراق، أو عاشت مثلا في بلاد الشام، يعني مقترن بيهم. فنسبت يعني اقترنت بالجملة وارتبطت بيها، فوضحت الإيه؟ المعنى الغامض. وليس النسبة يا أولاد اللي هي الأرقام والأعداد، عشان ما إيه لا تقع في الخلط بين تمييز الملحوظ، بين التمييز الملفوظ السابق اللي هو اللي كان فيه المساحة والكيل والوزن. إحنا هنا في تمييز النسبة، وتمييز النسبة هو تمييز ملحوظ. تمام. كي لا تقع في اللبس، كنا بنتكلم على المساحة والوزن، كل دي قاعدة يعني فيها نسب وأرقام، فهي تمييز ملفوظ مفرد ذات. ولكن الآن نتحدث في جزئية التمييز الملحوظ والجملة. تمام. هذا التمييز محول عن الفاعل. ازاي؟ لما نقول ازداد زيد علم، جيب اصل الجملة ازداد علم زيد، يبقى هنا علما اللي هي التمييز كانت في الاصل فاعل مرفوع بالضم، ازداد فعل وعلم فعل، يبقى ده تمييز محول عن الفعل، محول عن المبتدأ. أنا أكثر منك مالا. مالا هنا تمييز، أصلها إيه؟ مالي أكثر منك، يبقى كلمة مالي هنا مبتدأ، يبقى التمييز اللي هو مالا حول عن المبتدأ، محول عن المبتدأ. ممكن يجي في الاختبار يقول لك اذكر التمييز ووضح، يعني مثلا اقول ايه، هل هو محول، ووضح التحويل مثلا يعني. في القرآن الكريم ربنا بيقول وفجرنا الأرض عيونا، الأصل فجر الله عيون الأرض، يبقى هنا التمييز اللي هو عيونا كان في الأصل مفعول به، فجر فعل والله فاعل وعيونا مفعول به، يبقى محول عن الإيه؟ عن المفعول. في التمييز والتعجب والتفضيل بعديهم لازم يجي تمييز، بعد التعجب والتفضيل يأتي التمييز. فنقول أكرم بفلان أبا، تمييز منصوب بالفتحة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. خير هنا اسم تفضيل، اسم
أيوة، أفعل تفضيل اللي هو خير، يعني زي أخير مثلا وأفضل على وزن أفضل، لكن حذفت الهمزة. وأحسن مقيلا، أحسن يعني أفضل، ومقيلا تمييز. لله درك عالما، عالما هنا للتعجب، تمام. لله درك عالما، عالما لله درك عالما، لله درك عالما، يعني لو وجدناها نعرف إن على طول بعدها عالما هيكون تمييز. وأكرم بفلان أبا، أبا هنا تمييز، لأن هي جت بعد تفضيل. أكرم على وزن أفعل. وأصحاب الجنة يومئذ خير يعني أخير. ومستقرا تمييز، وأحسن على وزن أفعل وهي تفضيل، ومقيلا تعتبر تمييز. وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنتحدث عن الحال. وقبل ما نعرف الحال ناخد بس تعريف بسيط، إن هو منصوب أيضا يبين هيئة صاحبها وقت الفعل، وفي الغالب من المشتقات. يبقى كان التمييز في الغالب في الأكثرية يأتي جامد، تمام، إنما الحال هيكون من المشتقات. وهنا الحال إجابة لسؤال كيف، هناك في التمييز كان إجابة لمن. وإن شاء الله نستكمل الحال في المرات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.